أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري باعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة العالمين الجديدة المنشأة بقرار رئيس الجمهورية إعمالا لنصوص قانون البناء الموحد الصادر ولائحته التنفيذية، والتي تقتضي بإعداد مخططات استراتيجية تحدد الرؤى المستقبلية للتنمية العمرانية لا سيما بالمدن الجديدة الجاري إنشاؤها. على جانب آخر، تفقد أيضا الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروعات الإسكان بمدينة بدر لمتابعة البرامج الزمنية للمشروعات والتأكيد على جودة التنفيذ. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. باشمهندس عمرو، أهلا بك على إكسترا نيوز. اهلا بك استاذ ياسر، اهلا بحضرتك. حسام حداد معك يا فندم. اهلا حسام، اهلا بك. اهلا وسهلا بك. العفو. ابدا ابدا، مشرفنا دايما يا باشمهندس. جهود كتيره بتقوم بها وزاره الاسكان والمرافق ومدن جديده يجرى العمل بها على قدم وساق في الفتره الحاليه، على راسها تاتي مدينه العالمين الجديده. يعني اخر التطورات التي تحدث على الأرض هناك وإصدار الدكتور عاصم الجزار القرار باعتماد المخطط الاستراتيجي لهذه المدينة. طبعا يا فندم، هي العالمين الجديدة من أحد أزرع دولة في قاطرة التنمية حاليا، وطبعا بنلتزم فيها دايما بمدر المخطط الاستراتيجي. كان صدر فيها القرار الجمهوري في 2018، وكان جاري تطوير المخطط الاستراتيجي، والحمد لله اصدر الدكتور عاصم الجزار القرار الوزاري باعتماد المخطط الاستراتيجي طبقا لقوانين البناء ولوائح البناء، بيبقى في مخطط استراتيجي لمراحل نمو المدينه ومراحل التنميه السكانيه في المدينه. طبعا حضرتك عارف كنا اتكلمنا اكتر من مره على مدينه العالمين الجديده، وهي في موقع متميز عالمي، مش بس كمان لخدمه محاور التنميه في مصر، واعتبارها قريبه من مدن صناعيه والمدن السياحيه زي مرسى مطروح وزي برج العرب وخلافه، ولكن هي طبعا بتشغل مكان جيد جدا ومتميز في وسط 22 مدينه عالميه كبرى في البحر المتوسط. فطبعا بيكون ليها اهتمام جيد جدا في موضوع المخطط وخطه التنميه. القرار اللي اعتمده الدكتور عاصم الجزار هو مخطط تنميه ال 49,000 فدان اللي هي مساحه المدينه. وزاره الاسكان الحمد لله من حوالي سنه ونص شغاله في 14,000 فدان اللي هي المرحله الاولى، وبرضه شغاله في منطقه صناعيه وشغاله في منطقه سكنيه، وطبعا كنا اتكلمنا اكتر من مره عن المنطقه الشاطئيه والممشى الشاطئي ومنطقه الابراج، والاعمال شغاله هناك على قدم وساق ان شاء الله علشان الصيف الجاي يكون في استفاده من الاجزاء المصيفيه في المدينه والاجزاء السكنيه اللي تم حجزها في مارس 2019. ده بالنسبه لمدينه العالمين الجديده. طيب بالنسبه لمدينه بدر يا فندم. مدينه بدر دكتور عاصم لسه مخلصين الزياره يمكن من حوالي ربع ساعه، بدأها في صباح الباكر في مدينة بدر. طبعا حضرتك عارف مدينة بدر هي ملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وحصل فيها تطوير في الأربع سنين اللي فاتت، تطوير جيد جدا في شبكة الطرق والخدمات والمصلحات السكنية والتنموية في المدينة. بس دكتور عاصم كمان كان له رؤية جيدة جدا النهاردة بخصوص زيادة الأنشطة الخدمية في المدينة وزيادة والتركيز على النقل الداخلي والنقل الخارجي، لان كانت جت اكتر من طلبات من سكان المدينه، يعني المدينه شهدت ازدهار سكني وعمراني الفتره الاخيره كبيره، جت طلبات اكتر مره من الوزاره ان محتاجين زياده لخدمات النقل والمرور، ومحتاجين زياده لخدمات النقل الداخلي والنقل الخارجي للمدينه. فدي كانت اول ملحوظه في زياره النهارده للدكتور عاصم، عايزين نهتم بمنظومه النقل الداخلي لخدمه سكان المدينه والنقل الخارجي لخدمه السكان والمترددين على المدينه بالخدمات الموجوده. وطبعا حضرتك عارف ان مدينه بدر هي مدينه صناعيه من الدرجه الاولى، بالاضافه ان هي فيها نقله سكانيه غير عاديه وفي الاعمال، يعني بنتكلم بس في اسكان اجتماعي تم تنفيذ في خلال 3 سنين فاتوا 25,000 وحده سكنيه، وجاري تنفيذ 30,000 كمان، يعني احنا بنتكلم في حوالي 50,000 وحده سكنيه اسكان اجتماعي. ده بالاضافه طبعا لمشروع دار مصر، وبالاضافه لمشروع سكن مصر اللي وارد في الخبر اللي كانت اشرت بيه ولسه قايله في الخبر. ده بالنسبه للجزء الخاص بالخدمات، الخدمات النقل والخدمات الانشطه المصاحبه للانشطه السكانيه الموجوده. بالاضافه لحاجه مهمه قوي اشار ليها دكتور عاصم النهارده، ان مدينه بدر عليها عامل كبير جدا في استيعاب الكثافه السكانيه للعاملين ان شاء الله اللي هينتقلوا للعمل في عاصمه اداريه جديده
في نهايه العام الجاري وبدايه العام القادم ان شاء الله. ان شاء الله. فمن ضمن عناصر هامه جدا في الزياره تفقد دكتور عاصم مشروع الاسكان سكن مصر. سكن مصر يعني في حوالي 1300 وحده. هي دي نقطه مهمه يا باشمهندس عمرو، كنت عايز اقف مع حضرتك معاها عند النقطة دي تحديدا. كتير في مصر بيسمعوا عن مشروعات دار مصر وسكن مصر ووجودها في المدن الجديدة وفي القاهرة، موجودة في التجمع وفي الشيخ زايد و6 أكتوبر وأيضا في مدينة بدر. يعني لو حضرتك تقدر تجمل لنا الموضوع أكتر عشان اللي ما سمعش عنه يقدر يسمع عنه، واللي عايز يتقدم بشراء أي من الوحدات السكنية ومنها ننطلق إلى دار مصر وسكن مصر في مدينة بدر. طيب كويس، خلينا نلخص المشروعات دي في محاور رئيسيه. اتفضل. يعني وزاره الاسكان بتنفذ المشروعات تناسب كل شرائح المجتمع، من اول الاسكان المدعم هو الاسكان الاجتماعي، عشان تناسب شريحه محدودي الدخل، وطبعا ده شريحه كبيره جدا وعندنا فيها طلبات كثيره جدا وعندنا فيها رغبات كثيره جدا من السكان في جميع المدن الجديده. بالاضافه لكده وزاره الاسكان بتنفذ محاور اخرى في الاسكان، متدرج التكلفه ومتدرج الجوده، من اول بقى الاسكان الفاخر والاسكان سكن مصر اللي هو بيبقى اعلى شويه في المساحات، ودار مصر وجنه وخلافه. الوزاره يعني بتنفذ حوالي اربع او خمس انواع اسكان اجتماعي، اسكان تناسب كل شرائح المجتمع، من اول الاسكان الاجتماعي اللي هو 90 متر لحد بتتكلم لحد 150 متر اللي هو في دار مصر وجنه والمشروعات الاخرى اللي ذكرناها. فطبعا علشان توفي كل الاحتياجات بيجي لنا طلبات اكتر، شريحه من المجتمع بتتكلم انا ما اقدرش اقدم في الاسكان الاجتماعي، دخلي مش مناسب للاسكان الاجتماعي، بيترفض الطلب في الاسكان الاجتماعي، وفي نفس الوقت ما اقدرش ادفع في القطاع الخاص ارقام كبيره عشان اخد مساحات كبيره 250 و300 متر. فاستجابت الوزاره من حوالي ثلاث او اربع سنين، وبدانا نعمل نخش في المحور ده من الاسكان، ونفذنا فعلا دار مصر في المرحله الاولى والثانيه، ونفذنا مشروع جنه، ودلوقتي بدانا كمان في مشروع سكن مصر مساحات متوسطه بنتكلم في حوالي من 100 ل 120 متر و 130 متر، ودار مصر بنتكلم في حوالي من 110 ل 150 متر. عظيم. وكل سعر المتر على حسب المنطقه يا فندم؟ كل سعر حسب الموقع، حسب المدينه، حسب الاقبال الجمهوري على طبعا يعني الحمد لله يعني في اقبال غير عادي على كل المشروعات اللي بتطرحها الوزاره، ما فيش عدد بنطرحه الا لما بيخلص وبيجي لنا طلبات اكتر، ولكن برضو في معايير محدده للسوق، سعر الوحده، سعر المتر السوقي في كل مدينه حسب بعدها وقربها من العاصمه، حسب بعدها وقربها من الخدمات وخلافه، ولكن احنا بنضمن ان المشروعات اللي بتنفذها الوزاره بالكامل وخاصه في محاور الاسكان، اسكان اجتماعي او سكن مصر او دار مصر او خلافه، ان يكون في طرق مؤديه ويكون في خدمات متكامله ويكون في لاند سكيب وكامل التشطيب. ما بسيبش المواطن يسكن في مكان يكون لسه تحت التنميه او في خطه تنميه مستقبليه طويله، لا، بتكون في اماكن منماه بالفعل. والوحدات نفسها بتبقى متشطبه يا فندم ولا نص تشطيب؟ متشطبه بالكامل، لا، ما فيش نص تشطيب يا فندم، خلاص الموضوع ده انتهى تماما من الوزاره، ما عادش حاجه اسمها نص تشطيب، الوحدات بالكامل من اول الاسكان الاجتماعي لحد الاسكان الفاخر بكل عظيم. انواعه كله متشطب وكامل اللاند سكيب وكامل الخدمات. عظيم. الحاجه المهمه قوي اللي في الخبر النهارده اللي حابين نصرح عنها، اتفضل يا فندم، معناها السكن المصري اللي زاره الدكتور عاصم الجزار النهارده ومن قليل من حوالي ساعه ونص تقريبا في بدر، ده حوالي 9000 وحده سكنيه او ما يخرج من 10000 وحده سكنيه ان شاء الله، شطبنا جزء كبير منهم ان شاء الله، ده هيبقى جاهز للحجز قريبا للعاملين بالعاصمه الاداريه اللي هتدخل ان شاء الله نهايه العام للعمل بالعاصمه الاداريه ان شاء الله. للعاملين فقط بالعاصمه الاداريه يا فندم، ولا ممكن حد تاني يقدم؟ هيبقى مطروح بشكل كبير للعاملين بشكل ميسر للعاملين بالعاصمه الاداريه، ولكن طبعا ان شاء الله في استيعاب لاكثر من كده باذن الله. الاجراءات اتفضل يا فندم. اتفضل. الاجراءات اللي بيتخذها المواطن للتقديم على هذه الوحدات سواء سكن مصر في بدر او في الوحدات الاخرى من الاسكان الاجتماعي ودار مصر وسكن مصر في مختلف المحافظات. يعني احنا في الاسكان الاجتماعي بالذات بيبقى له علاقه شويه بقانون الاسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري وصندوق الاسكان الاجتماعي، ده له اجراءات منفصله تختلف شويه عن سكن مصر ودار مصر. لكن الوزاره في الفتره الاخيره توجهت للحجز الالكتروني، وده كان يعني نال رضا جميع المستخدمين اللي كانوا يعني قبل كده بيشتكوا من موضوع القرعه وانه مش انه معرض انه ما يختارش شقه وتتباع له شقه بشكل يعني مش مناسب له او ما بيبقاش راضي عنها. توجهنا يعني بقى لنا سنه حوالي سنه تقريبا توجهنا لموضوع الحجز الالكتروني. المواطن بيخش على الموقع الالكتروني، بينزل الكراسه، بياخد معلومات كافيه جيده جدا عن المكان بخرائط بامتحانات بانواع بنماذج، وبعدين بينتبه له فتره يفكر ويكون حدد رغبته فين، يخش برضه الكتروني يعمل تحويل للفلوس،
وبيخش الكتروني بعد كده للحجز، ما فيش اي عامل بشري في الموضوع خالص. والاجراء ده ان شاء الله بنطوره مع الوقت علشان يناسب كل شرائح المجتمع ويناسب كل شرائح الاسكان الموجود، وبنستثني منها بس الاسكان الاجتماعي، لان ده شويه محتاج شويه اجراءات قانونيه واجراءات بحث اجتماعي وخلافه، لانه مدعم من الدوله بمبلغ مباشر في ثمن الوقت. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، شكرا جزيلا ليك يا فندم.